كلشي غادي يمشي غير ما بغاش يمشي يعني كلشي تقريبا غادي انا كنخاف غير الموظفين حتى هما يمشيو ولا يتخنطفيو الضو وكلشي يتخوان بلا الا بقات هكا الا ديروا حتى كل عام 250 يعني راه حنا المغرب راه غادي نسدو الضو الثاني غادي يسد الضو صافي انا متاكد اذا هذه فرصه فرصه يعني ما تضيعوهاش اللي عنده البكالوريا ما تضيعش الفرصه هذه وحتى اللي ما عندوش البكالوريا راه جوج ديال السنوات ديال شي ديبلوم ديال جوج سنوات تكوين ولا فشي قمص شي شهاده كيف ما كانت ديال جوج ديال السنوات كذلك كتعاد البكالوريا يعني فرصه كبيره بزاف ومازال يعني حتى اللي ما مشى هذا العام راه ماشي مشكل لان بايدن مازال معكم الشرطه سنوات يعني مازال معكم سنوات يعني استغلوها يعني اللي ما عندوش شي شهاده ولا ما عندوش البكالوريا يحاول مثلا يجتهد اللي بغى يمشي لامريكا اللي عنده غرض يمشي لامريكا هذه فرصه ما كتعوضش يعني ما تحرق ما دير حتى شي حاجه غير تمشي قانوني وها انت في البلاد العامصه وها انت بخير وعلى خير هذه فرصه لان المغرب كما كتعرفوا المغرب راه عنده علاقات كبيره مع امريكا المغرب غادي يكون هو الاول ماشي من الاوائل هو الاول اللي غادي تحضر واحد الاعداد كبيره بزاف وغادي يكون كلشي يعني غادي يكون مسهل وعلى الامور غادي تكون كما يجب يعني علاش كما راه تقريبا ظروف 10 العدد اللي كان كيتهز 50 ل 55 الف كل عام 250 الف يعني مضروبه في 10 يعني تخيل واحد العدد هائل جدا يعني اللي دفع تقريبا غادي تهز يعني غير محاول ما تغلطش ان شاء الله والطريقه وتعمر داك الشيء مزيان بلا اخطاء ديالك فان شاء الله يعني غير بدا تصغرت قول لامك تصغرت وقول العائله ديالك تصغرت ان شاء الله راك في امريكا غير المهم ان شاء الله غادي من بعد غادي نراه مازال القرعه ما غادي تبدا حتى اكتوبر ان شاء الله بحول الله ديال 2021 في 2 اكتوبر وغادي تسالي في 6 نوفمبر وغادي يبداو يعلنوا النتائج في غادي تسالي في 6 وغادي يبداو يعلنوا النتائج تقريبا من 10 ولا 8 بحال هكا وما يساليو النتائج حتى بداو يعلنوا عليها حتى تقريبا حتى اخر جدول وفي الموقع الرسمي ديال ميريكا راه معروف من بعد ان شاء الله غادي نعطيكم الشروط كاع كاملها والطريقه غادي نوريكم الطريقه باش تجدوا باش حتى شي واحد ما يدير شي غلط وغادي تفهم داك الشيء بالتدقيق تابعنا في القناه ان شاء الله غير تابعنا في القناه دير اشتراك وفعل الجرس ديالك باش ان شاء الله يوصلك كلشي مريقل باش تمشي مريقل يعني ما يكونش عندك حتى شي غلط ان شاء الله بحول الله وكل الامور ديالك مقاده وان شاء الله بحول الله غادي نوضح لكم كلشي من ا حتى للزيت يعني غادي تفهم بالخوشي باش غادي تفهم ما غاديش يكون عندك مشكل يعني ما تخاف من حتى شي حاجه فقط يعني حاول انك انت يكون حتى سميتو ديك الشيء ديال التواصل باش نبهكم داك الشيء ديال التواصل الاجتماعي في انك كيعرفوك واحد الانسان اللي عندك فلوس باش غادي تصرف في امريكان وصافي تصرف على راسك في امريكان وما تبقاش تما اونبا هادشي علاش وماشي حاجه كثيره يعني راه قيل 10000 درهم ماكسيموم 160 الف يعني ماشي حاجه كبيره بزاف فحاول ما امكن انك دابا تجمع شويه الفليسات ما تستاهلش بالامر تقول بلاتي حتى انت اللي وصلت لا دابا جمع بشويه بشويه ان شاء الله يوصل في اكتوبر غادي تلقى راسك مريض فهمتي حاول ما امكن تجبد هنا ونجبد هنا وان شاء الله يكون خير هادشي اللي كاين هنا حنا دابا عطيناكم غير واحد النبذه صغيره فالتكبيره ان شاء الله غادي تجي في الحلقات الاخرى غادي من بعد غادي نقول لكم الشروط كامل هاللي خاصه يعني شروط سهله ماشي شروط اللي هي صعيبه ماشي شي حاجه يعني شي تافهين وكيفاش تصاوبي زعما كيفاش التصاوب اللي غادي تقاد وكيفاش تعمر ديك الاستماره ديالك وجميع المسائل اللي خاصك دير غادي نحطوها لك فكما غادي نعاود نقول دير فعل الجرس وتابعنا ان شاء الله لان حتى المواضيع اللي كنديرو كندافعوا فيها على الصحراء المغربيه وعلى القضايا ديال الوطن وكنحامي على القضايا ديال الوطن ديالنا فحاول ما امكن انك تابونا معنا لانه كنلاحظوا بان الاعداء بداو كيكثروا القنوات ديالهم باش انهم